كابتن خلينا نتحدث، احنا نقف في ملعب الإدارة المحلية. نعم. تجربة فريدة من نوعها، ملعب تطور حديث على شكل مسمار. في البداية رحب بكم ورحب بالقناة العراقية وبرنامجكم المنجز. ملعبنا 20,000 متفرج، ملعبنا الآن تعرف دخلنا به أحدث المواصفات العالمية والدولية، من ضمنها مثلا اللي هو هذا، احنا عندنا رابع ملعب نسويه ومن نوع ميكستو. الميكستو الثيل اللي هو نفس الثيل سانتياغو بايرن ميونخ برشلونة الجديد حاليا اللي يلعبون عليه، وايضا سان سيرو هو اتلتيك بلباو، كثير من الانديه الملاعب العالميه لاول مره تكون بالعراق.